التدخين بيدفعك ثمن سنانك، التدخين بيضر باللثه بشكل غير عادي، التدخين بيخلي الهيلينج او فرص الزراعه بتتاثر. يعني ما حدش يقول لي انا بدخن مش عارف كام سيجاره في اليوم واروح اعمل زرعه والامور هتمشي. ممكن تمشي، ممكن تتستر زي ما بيقولوا، لكن في كتير من الاحيان الزرعه بتفيل بسبب التدخين. التدخين بيأثر بصوره كبيره جدا على الصحه العامه، وكمان حتى في زراعه الاسنان ما نقدرش نعمل زراعه بصوره طبيعيه اذا كان الشخص مدخن بصوره كبيره. التحسين السطح الخارجي للزرعه اصبح بيأثر في عامل الوقت، لان الالتئام ده في الطبيعي كان بياخد 4 شهور، وقبل كده كان بياخد 6 شهور، اصبح يقل ل6 اسابيع دلوقتي، لان اللثه لو فيها مشكله حوالين الزرعه هتسبب فشل في زراعه الاسنان. ممكن بعد اللودنج او بعد لما اعمل تحميل على الزراعه واللثه مش هيلد بصوره طبيعيه حوالين الزراعه، ممكن يسبب مشاكل في الزرعه ويحصل لها، بدل ما يحصل اوستنتجريشن يحصل العكس، يحصل ان هي تبدا تسيب من العظم بسبب ان في مشاكل بريو. الناس بتتعامل مع اللثه باستهتار، تلاقي اللثه فيها التهاب والناس مطنشه، تلاقي اللثه فيها الام والناس مطنشه، احمرار شديد جدا ونزيف. يعني حته يعني انا مش متخيل ان حد يقول لي انا وانا بغسل سناني عادي دم. بتنزل دم. طيب رحت للدكتور؟ هروح. الإنسان عرف إجراء تقويم الأسنان من آلاف السنين بحسب اكتشافات آثار المصريين القدماء والرومانيين. أما تقويم الأسنان كعلم تقام فيه الأبحاث والدراسات بهدف تطويره فبترجع بدايته للقرن 18، لما قام عالم فرنسي اسمه بيير فوتشارد بتأليف كتاب يحتوي على فصل كامل يختص بعلم تقويم الأسنان. وبعده انتشر استخدام الدعامات وأسلاك المعدن في بداية القرن 20، وكانت هي دي القاعدة اللي بيبني عليها العلماء دراساتهم وتحديثهم لمجال تقويم الأسنان حتى الآن. أهلا بيكم، النهاردة يوم جميل في عالم طب الأسنان، وفي عالم مظلوم في عالم طب الأسنان أكيد هو التقويم. العالم المظلوم ليه مظلوم؟ هنفهم النهاردة يعني جاي منين الظلم؟ جاي من عدم تقدير هذا العلم الرائع جدا، جاي من تسرع الناس في بعض الأحيان وإهمالهم في بعض الأحيان الأخرى اللي بيدور التقويم ده نفهم. ولو إن مشاهير في العالم وضعوا تقويم سنان، مشاهير في العالم، يمكن الأمير هاري على فكرة، هذا الشخص اللطيف جدا الأمير هاري من أشهر الناس اللي حطت وسائل الإعلام يعني اهتمت بالموضوع ده وبينته جدا، غير أمير هاني المغنية فايت هيل معرفهاش قوي، بس حطت أو كانت من المشاهير برضو اللي حطوا تقويم أسنان فايت هيل دي. كمان جوني ستيفاني دي كانت بقى من الناس، جوني ستيفاني اللي حطت تقويم عشان شكله حلو عجبها الموضوع، وده في التسعينات وأول الألفينية اللي فاتت. لكن الأشهر على الإطلاق هو توم كروز. توم كروز مش دايما كانت ابتسامته كده، توم كروز كانت ابتسامته واسنانه كانت فيها مشاكل كبيره، عمل تقويم وبعدين تجميل، قصه طويله قوي عشان يوصل توم كروز للشكل ده. لكن ارجع تاني لجمله مهمه بدات بها حوار تقويم هذا العالم المظلوم في عالم طب الاسنان. دايما الجزء في الطب المظلوم هو الذي لا يقدر، لا يعني يشرح بشكل تفصيلي، ما يتسلطش عليه الضوء بشكل كامل، وده كله متوافر في التقويم. فالنهارده هنحاول ان احنا نخرجه من هذه المظلوميه ونشيل المسؤوليه اللي علينا، يبقى المسؤوليه عليكم انتوا تفهموا هذا الكلام، ويبدا اجيال تهتم انها تعمل تقويم في اسنانها ما يكسلوش.
ضيفي العزيز، واحد من المبدعين في هذا المجال، بيسعدني جدا باسلوبه العلمي الراقي جدا في الشرح والتفصيل. يعني الحقيقه النهارده ببقى سعيد قوي لما يكون ضيفي هو الدكتور محمد سامح الحديدي، اخصائي زراعه وتجميل الاسنان، ماجستير زراعه الاسنان من جامعه القاهره، والمؤسس لمراكز رايدنت لزراعه وتجميل الاسنان. ضيفي العزيز، اهلا بك. اهلا بك يا دكتور. هبدا بسؤال في المضمون اللي انا قلته، هل التقويم فعلا زي ما انا قلت هو البرانش المظلوم في عالم طب الاسنان؟ هو التقويم يمكن مش واخد حقه شويه في الـ 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 الشرح زي ما حضرتك قلت، اذا كان من ناحيه الطبيب او التواصل بين الطبيب والمريض. اصبح الناس مش يعني كان الناس ما عندهمش وعي قوي في التقويم، او يسيب الطفل لما يكبر ويبدا السن يكبر وبعد كده يدور على تقويم، لان هو مش عارف السن مثلا المناسب للتقويم قد ايه، او هل هو محتاج تقويم ولا لا. فاحنا هنحاول ان شاء الله نشرح امتى نحتاج تقويم، امتى اعرف ان ابني محتاج تقويم ولا لا، ان شاء الله نوضح الكلام ده. يعني دايما التقويم مرتبط بالعمر، فاول سؤال ليا العمر المناسب. التقويم مهم جدا، العمر المناسب للتقويم، او الاطفال في السن الصغير ناخد بالنا منهم قبل ما نبدا تقويم اصلا هل هو يحتاج ولا لا. يعني يمكن بنبدا نتابع السن الطفل من هو صغير في سن الميكس دنتيشن او اختلاط الاسنان الدايمه والاسنان اللبنيه في بقه. يعني لما يجي ابني او البنت صغيره عنده من 6 ل 12 سنه، السن ده ميكس دنتيشن، يعني في اسنان لبنيه موجوده وفي اسنان دايمه موجوده. مهم قوي ان احنا نتابع في الفتره دي عند دكتور التقويم او دكتور الاسنان، هنعرف هل هو هيحتاج يعمل تقويم بعد كده ولا لا اثناء النمو. انما السن الامثل للتقويم هو سن 12 سنه او 13 سنه بالنسبه للاولاد والبنات. يمكن البنات بيبقى الجروث بتاعهم اسرع شويه، فيفضل ان احنا ما نتاخرش قوي في بدء التقويم مع البنات، انما في الاولاد ممكن لحد 18 سنه. السن الانسب هو سن 12 سنه. 12 سنه، لان البنات وفي البنات خلي بالكم نموهم اسرع. انواع بقى التقويم، لانه كل شويه في ابتكارات في الانواع كمان. والله هو الاشهر في التقويم اذا كان في الفيكسد، يعني في تقويم بيبقى ثابت على السنان، جهاز تقويم بيبقى ثابت على السنان، وده في منه نوعين من انواع التقويم، اللي هو التقويم المعدني او التقويم السيراميك او الكلير اورثو. فالاثنين دول قدامنا دلوقتي على الشاشه، في صوره فيها سيراميك وفي صوره فيها التقويم المعدني. التقويم المعدني ده او السيراميك الناحيه الثانيه ده، دول الاثنين فيكسد، يعني بيبقوا ثابتين على السنان، وبيتابع المريض اسنانه عند الدكتور تقريبا كل 21 يوم علشان نبدا نعمل حركه في الاسنان ونغير الوايرز والاوتاي او الحاجات اللي بتتحط على الجهاز ده. النوعين دول في فرق كبير بينهم في الوقت والسرعه. المعدني يمكن اسرع كتير من الشفاف. الاثنين هما النقطه اللي بحب اوضحها، ان الاثنين دول في واحد شفاف وفي واحد معدني، انما الاثنين دول ثابتين. في نوع تاني من انواع التقويم الجديده اللي هو الكلير اللاينر او كلير اورثو، وده ما بيكونش فيكسد على الاسنان، دي حاجه بيلبسها زي تري كده او نايت جارد بيلبسها المريض، وبتتغير كل شهر بالمتابعه مع الدكتور. تبقى مقاسات. مقاسات او اشكال واشكال. بناخد مقاس وبنبدا نعمل بلان على السوفت وير، نحرك الاسنان دي ونديله حاجه يلبسها على اسنانه، بتبدا تحرك سنانه كل شهر لوضع مختلف عن الشهر اللي قبله. دايما في كلمه في الطب الناس لازم تفهمها اسمها بريكوشن، وبريكوشن باللغه العربيه يعني احتياطات. احتياطات. احتياطات دي كلمه يعني في الطب ليها معنى مهم وليها قيمه كبيره قوي. انا عايز ابين للناس ايه الاحتياطات اللي بناخدها واحنا بنعمل تقويم. نجيبها من الاول خالص، اول حاجه هنعمل احتياطنا فيها ان احنا قبل ما نعمل تقويم لازم نعمل اكس راي ونشوف جذور الاسنان مناسبه ان احنا نعمل تقويم ولا لا، حاله الاسنان والعظم عموما، ودي حاجه خاصه بالطبيب او الدكتور انه يعمل فحوصات كويس ويعمل فحص شامل على الاسنان باكس راي وصور واشعاعات، من خلالها بيحدد التريتمنت بلان بتاعه او الخطه العلاجيه بتاعته، وبعد كده بيبدا يعمل التقويم.
اختيار نوع التقويم المناسب للحالة. مهم جدا ان انا اشرح للمريض او الطفل انا هعمل له ايه بالظبط علشان يقدر هو كمان يحافظ على الحاجات اللي انا هحطها له بقه، لان هو زي ما قلنا هو سنه 12 سنة فمش بيكون واعي لدرجة كافية انه مقدر قيمة الحاجات اللي بتتحط في بقه او الحاجات اللي بتبقى ملزوقة على سنانه، فبيبدأ يعمل حاجات في الاكل والعادات اللي هو بيعملها ممكن تأثر بصورة كبيرة على التقويم وعلى نتائج كمان التقويم. لأن أنا كطبيب لو حطيت النهاردة براكتس أورثو أو حاجات تقويم على أسنانه وهو جه كل حاجات من الممنوعات اللي هنديها له في الممنوعات اللي ممكن ما يأكلهاش أثناء فترة التقويم ويكسر أي حاجة من البراكتس دي، هيضطر الدكتور أنه يرجع لخطوة تانية ورا وبالتالي هيأثر على مدة الخطة العلاجية بتاعته. فمهم جدا ان الطبيب التقويم يتواصل مع المريض في النقطه دي بالذات، وهي انه يعلمه هو يعمل ايه بالظبط ويشرح له بالظبط هيعمل ايه، الحاجات اللي هياكلها، الحاجات اللي مش هيقدر ياكلها. الكلام ده كله مهم جدا في ان احنا ناخد احتياطاتنا اثناء فتره التقويم. لو واحد كبر وعنده مشاكل سنان يعني ملخبطه، هل ينفع له تقويم وهو كبير في السن عنده 40 سنه 50 سنه؟ والله هو ما فيش سن يمنع التقويم، اهم حاجه في السن الكبير ده ان احنا ناخد بالنا من الاكس راي بتاعه ونشوف كثافه العظم بتاعته قد ايه، واشرح له لان كثافه العظم في السن الكبير هتاثر على مده العلاج بس، وكمان انه ما يكونش مثلا عنده سكر او حاجه. انما في حلول تانية لكبار السن او اللي عنده مشاكل في اسنانه لخبطه او كده او مشكله في البايت وخلافه، انه ممكن يعمل مشكله في العضه او مشاكل حتى في كراودنج او لخبطه في السنان، ممكن نحلها بحلول تجميليه تانية خصوصا في السن الكبير علشان الوقت والسرعه في الوقت انه يقدر يتحرك بصوره طبيعيه وياكل بشكل طبيعي، وكمان الوقت بيكون اطول جدا في السن الكبير. فنقدر نحلها بتجميل اسنان زي مثلا الحاله اللي هتظهر قدامنا دلوقتي، في مشكلة فيها كبيرة في البايت أو العضة بتاعتها، فحلناها بكراونز وفينيرز من ناحية تجميلية ومن ناحية تانية علاجية، إن احنا نقدر نحط سناننا في الوضع الطبيعي بتاعها من حيث الأوكلوجن التطابق أو من حيث الشكل. أول سؤال وأكتر سؤال بيهم الناس أو في موضوع التقويم إن هم هيسألوك على المدة. أقول لك وبعدين الناس برضو أنا بزعل قوي لما الناس تحط كلمة المدة دي في الأسلوب العلاجي كأنها عائق، تقول لهم المدة هتطول. هي ممكن تبقى عائق في سن معين، وهو ده الأشهر في الأشهر في التقويم بيكون عائق عند كتير من البنات بشكل خاص، يعني هو فترة العشرينات، لأنه هو في الفترة اللي بتكون فيها خطوبة مثلا أو جواز أو الحاجات دي، فالسن خصوصا لو اتأخرت وبتيجي بقى ساعة الخطوبة عايزة تلحق تخلص قبل ما تتجوز، فالفترة دي مهمة جدا في علاج التقويم واختيار التقويم المناسب. حتى في حاجات دلوقتي سريعة، اختيار النوع المناسب في التقويم مع البيشنت مهم جدا. إنما لو هو سنه لسه صغير 12 سنه 13 سنه بدا في السن المناسب بتاعه، اعتقد ان مفيش مشكله في الوقت وناخد وقتنا خالص في التقويم، مفيش اي مشكله او عائق في الوقت. يعني ما ينفعش يحط الوقت كعائق زي ما حضرتك قلت في الخطه العلاجيه بتاعته. الوقت بيختلف باختلاف النوع، باختلاف النوع. انا قلت يمكن في الصوره الاولى التقويم السيراميك او التقويم الشفاف بياخد وقت شويه عن التقويم المعدني، دي حاجه فيزيكال يعني سرعه الواير على التقويم المعدني بيمشي بصوره اسرع ما اني امشي واير على التقويم الشفاف، يعني بنفس فكره قضبان السكه الحديد. القطر بيمشي على القضبان الحديد بسرعه كبيره، غير ليه؟ لانه هو فيزيكس كلها حديد في حديد ماشي على بعض، حديد على حديد بيمشي اسرع من لما انا امشي واير حديد على حاجه سيراميك او سيراميك على سيراميك، فبتمشي ابطا شويه. هي حاجه فيزيائيه مش مشغول حاجه فيزيائيه يعني البيشنت مش هيشغل دماغه بيها قوي، انما هي بتاثر على المد. نوع التقويم بيأثر على المد. سؤالي اللي جاي سؤال بقى يعني برضو فلسفي شويه، في حالات ما ينفعهاش تقويم؟ يعني نقدر نقول للعين لا 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 ما ينفعلكش تقويم، هنمشي في اتجاه تاني؟ والله خصوصا السؤال ده ممكن في السن الكبير وعنده مثلا دايبيتك او سكر، ما ينفعش يعمل تقويم في السن الكبير ويكون عنده سكر كمان، لان السكر اصلا بيأثر على البون هيلينج، فكمان حركه الاسنان
في الوقت ده بتكون مش كويسة، وخصوصا لو هو دايبيتك أو عنده سكر يعني. قبل التقويم في فحوصات معينة، تجهيزات معينة. ما احنا بنعمل اكس ريز واشعاعات وصور، من خلالها بنقدر نحدد اذا كان هيعمل تقويم دلوقتي ولا محتاجين فحوصات زيادة او كده. نيجي بقى للحتة اللي الناس ممكن تلخبط فيها، الاكل الشرب. في بقى تعليمات دي التعليمات اللي دايما بنقولها لما بنركب تقويم خصوصا في السن الصغير، اللي هو الحاجات الناشفة، المكسرات، الشوكولاتات، البيبسي، يعني مش المياه الغازية يعني، أو الحاجات دي. دايما كمان من الاحتياطات المهمة جدا في التقويم الغسيل كويس جدا جدا جدا، خصوصا في السن الصغير، ولما يكون عامل حاجة فيكسد. ده يمكن ده الكلير أورثو أو الألاينر اللي قلنا عليه للتقويم الشفاف، ده اللي بناخد مقاسه والبيشنت بيلبسه وبيتغير كل شهر. بيتغير كل شهر بقى، ممكن يقعد سنة. هو غالبا مدة التقويم في أغلب الحالات خصوصا حالات الكراودنج أو الكلاس 2 أو الكلاس 3 من سنة لسنة ونص، دي أصعب الحالات، ممكن تقعد سنة ونص. سمعت مرة أن ممكن يتعمل حاجة وقائية للأطفال، تقويم وقائي، ده حقيقي ولا ده كده؟ احنا قلنا في حالة الميكس دنتيشن او سن من 6 ل 12 سنة بنقدر كل واحدة بتقع بيطلع تحتها حاجة، فاحنا لو تابعنا الفترة دي كويس باكس راي وفحوصات نقدر في الفترة دي نحدد اذا كان لو سنة مثلا احتاجت خلع بدري عن سنها في سن مثلا 6 سنين وهي اللور اي مثلا، سنة من الاسنان او الضروس اللي بتتخلع في الاشهر عند الاطفال بصورة شهيرة جدا، اتخلعت بدري عن معادها زي المكان اللي فاضي فيه الصورة قدامنا دلوقتي، ومحتاجين الدرس اللي تحته هيطلع مثلا في سن 9 سنين او 10 سنين، فمحتاجين نعمل حاجة اسمها سبيس مينتينر او حافظ مسافة. السبيس مينتينر ده بيساعد ان الدرس اللي تحت الاسنان ما تملش في المكان اللي فاضي، فبالتالي الدرس اللي تحت يطلع في مكانه بصورة سليمة وما نحتاجش بعد كده ان احنا نعمل تقويم اسنان. الحالات اللي زي كده او الحاجات اللي بتحتاج مثلا حافظ مسافه او سبيس مينتينر، وفي حاجات تانية ممكن تحتاجها في الميكس دنتيشن، بتخلينا ان احنا ما نعملش تقويم بعد كده. ده بيسموه الطب الوقائي او التقويم الوقائي. التقويم وقائي ده شيء رائع جدا جدا جدا. خليني برضو اروح للتقويم الشفاف والمعدني تحديدا، مش ده له حالات وده له حالات؟ يعني مش اي حاجه يعني، مثلا في حالات ممكن تقول له يجي هو عايز يعمل تقويم شفاف تقول له لا ما ينفعش؟ التقويم الشفاف اللي بيتلبس، اللي بيتشال وبيتلبس، ده هو ده اللي ممكن ما ينفعوش، زي خصوصا في حالات الكلاس 2 والكلاس 3، يعني العضه دي الفك عنده بروز في الفك العلوي او بروز في الفك السفلي، الحالات دي اغلبها ما ينفعش تتصلح بالتقويم الشفاف اللي زي اللي قدامنا في الصوره ده. ليه ما ينفعش نعملها؟ لان هو بيعتمد اعتماد كبير على وعي البيشنت وعلى البيشنت، غير كده ان هو ما بيحركش السنان بصوره كبيره جدا لورا او يحركها بصوره كبيره لقدام. دي بتنفع في حالات السبيسنج، الفراغات البسيطه اللي بين السنان، تنفع في الكراودنج البسيط، يعني اسنان راكبه على بعضها بسيط جدا. الحالات اللي زي كده ينفع لها تقويم شفاف، اما غير كده لا، احنا بنجون على التقويم الفيكسد او التقويم المعدني. هاجي بقى للسؤال، السؤال ده مهم قوي وهيطول شويه. اتفضل. هيجي لك حد اثنين ثلاثه اصحاب عيله وعايزين يعملوا هوليود سمايل، عايزين يعملوا ابتسامه، هم جايين عايزين يحصلوا على ابتسامه جميله. تمام. ويقول لك احنا عايزين الابتسامه زي الصور اللي انتم بتطلعوها لنا بقى في التلفزيون، التلفزيون بتجيبوا لنا صور حلوه خالص، فانا عايز ابقى زيها. طيب التقويم والفينير والكراونز يقدروا يوصلوا لنفس النتيجه، هوليود سمايل؟ بص، هو ان انا احصل على هوليود سمايل ده مسمى زي ما حضرتك قلت كده بيطلع على التلفزيون او يعني هو طلع من زمان قوي، هو طالع من زمان انما بيختلف على حسب البيشنت نفسه. انا دلوقتي البيشنت محتاج ايه علشان يوصل لاحسن ابتسامه عنده؟ لو واحد عنده كراودنج فانا مش هادخل على فينيرز من غير ما اظبط الكراودنج ده، الازدحامات دي. عنده سبيسنج كبير
مش سبيسنج بسيط. لو سبيسنج بسيط ممكن نصلح فراغات بسيطه ممكن نقفلها بالفينيرز او التجميل. انما لو مشكله كبيره زي كلاس 2 عضم مش مظبوطه الكلام ده كله ما بيتصلحش بفينيرز بس. هنشوف المشكله فين ونحدد طريق العلاج بتاعها. يعني التقويم ممكن يحصل على ابتسامه جميله جدا انما التقويم ملوش اي علاقه بلون الاسنان. يعني لو واحد جاي زي ما حضرتك قلت كده جاي علشان يعمل سنان بيضة التقويم مش هيخلي سناني بيضة. التقويم هيعدل سناني في الصوره السليمه بتاعها في الصف السليم بتاعه بشكل كويس بابتسامه كويسه انما بنفس لونها. بتختلف بقى. ممكن مريض يجي عايز لون سنانه افتح عايز لون سنانه يتغير ممكن نعمل بتقويم وتبييض نوصل للنتيجه المثاليه. ممكن نعمل بفينيرز ممكن نعمل الاثنين مع بعض. على حسب كل حاله هنوجه للصوره السليمه بتاعتها. طيب هننزل الشارع ونشوف الناس بتسال بتقول ايه لغه الشارع. دايما اللغه ليها طبيعه خاصه. تعال نسمع مع بعض. حضرتك بس يا دكتور ايمن حضرتك يعني على الفروق بين الاسنان عايز اعرف لها يعني لو ليها تقويم مثلا بتركب لها حاجات عايز افهم يعني لو ليها علاج سريع السمر يعني السواد اللي في بين الاسنان دوت عايز افهمه برضه يعني ايه سببه وايه علاجه وعايز افهم مثلا يعني لو في علاج يعني مؤقت او علاج دائم. سؤال ذكي في الجزء الاخير بالذات هل هيكون مؤقت العلاج هو عن سمار في اسنانه اسمه مسمر. انت لو بتشرب سجاير او بتشرب قهوه كتير او شاي كتير لازم توقف الثلاثه دول طبعا ثم يجي لك نشوف العلاج. العلاج اذا كان في هو انا شفته بقول فراغات بين الاسنان وسمار بين الاسنان. يس. الفراغات اللي بين الاسنان ممكن تتحل بحل دايم ب مثلا ممكن تبقى كومبوزيت ريستوريشن او حشوات تجميليه او عن طريق كراونز وفينيرز. دول حلين دايمين للفراغات الصغيره اللي بين الاسنان او التقويم اللي هو موضوع حلقتنا النهارده. والاحسن والحل الدايم هو التقويم. لو في فراغات بين الاسنان ان احنا نعمل تقويم ونقفل الفراغات دي. الحاجات السمار البسيط يمكن هو بيشرح على حالته. الحاجات الاسنان اللي بيكون فيها فراغات الاكل بيجمع بين الاسنان فبتبدا تعمل كالكولس او جير او صبغات بين الاسنان. طبعا الحاجات دي هتحتاج تنظيف جير او تلميع لاسنانه. هيفضل اسنانه تغمق تاني اذا ما حلش السبب ان الاكل بيركن في المكان ده او الاكل بيتراكم في المكان ده فهي هتفضل تلون تاني اذا عمل تنظيف جير وساب الوضع على حاله. خلينا نشوف بقى ابو العريف قد يودي اهله او صحابه في داهيه لان ده بقى الفتي في التقويم اشهر انواع الفتي في الاسنان. طفل وابوه وامه او شاب صغير وابوه وامه ناويين ويدخل هذا الشخص الجميل لكي يدلو بدلو. تعالوا نشوف ابو العريف هيقول ايه. يا باشا لولو بنت اخويا عندها 17 سنه وعاوز يعمل لها تقويم في سنانها. يا ابني انت الفلوس محيراك؟ قال لي البت متضايقه من سنانها وكبرت وعاوزه شكلها يبقى حلو وسط اصحابها. هنمشي بقى ورا العيال ما هو بعد سنة تبقى كملت التمنتاشر تروح تظبط بقى تخلع وتساوي وتزرع وتحط الفينير اللذيذ. التقويم يا حبيبي مضيعة للوقت والفلوس كانوا بيعملوه زمان قبل تجميل الأسنان ما يتطور دلوقتي بطل وبقى موضة قديمة. قول لها عمه بيقولك اتقالي سنة كمان تاخدي حاجة نظيفة. مستعجلة حط لها فينير دلوقتي يغطي اللي مش عاجبها من سنانها نبقى ما زعلناهاش ملناش بركة اللي نقوله. على فكرة الكلام ده بيتقال في العائلات فعلا بيتقال يعني في ناس بتحط مناخيرها في الطب وبتفتي وده بيودي الدنيا في داهية. مش بس في العائلات في ناس ملهاش علاقة بالطب خالص من قريب أو بعيد ولا دكاترة ولا بتاع بيطلعوا في شاشات ويقولوا احنا دكاتره وتغذيه ويتكلموا في التغذيه ويتكلموا في حاجات كتير جدا. وهتلاقي في الاسنان برضو ناس هتطلع تتكلم اكيد ده يعني لانه مفيش رقابه مفيش ضمير في حتت كتير قوي للاسف.
فخليني أرجع أقول لك إنه ودى البنت في مشكلة. لا هو 17 سنة مستيل لسه ممكن تعمل تقويم حتى للسن الكبير. مش لازم يعني نشوف زي ما قلنا دايما نشوف المشكلة فين ونحلها. المشكلة لو في مشكلة في كراودينج سبيسينج اي حاجة من الحاجات اللي بتخلي الضحكة او الكلام مش مظبوط ممكن نحلها بتقويم الاسنان ونستنى شوية. السنة مش هتفرق كتير في العمر انما هتفرق كتير جدا في صحة اسنان. بعد كده ممكن لو احتاجت تعمل يعني الدكتور هيحدد الخطة العلاجية المناسبة ليها اذا كانت تجميل او تقويم اسنان. عظيم. تعال نروح بقى لثلاث محطات بتوعنا الجمال. المحطة الأولى هي الأبيض والأسود والرمادي. أبيض أسود أم رمادي؟ التقويم الشفاف أو التقويم المعدني بعده قد تعود الأسنان إلى وضعها السابق لأن الأسنان تمتلك ذاكرة. الكلام ده صح أبيض ولا أسود غلط ولا رمادي؟ أبيض. صح مظبوط. الأسنان بعد التقويم خصوصا في السن الصغير خصوصا في حالات السبيسنج اللي اتكلمنا عنها النهاردة ممكن ترجع لوضعها الأول تاني لأن الأسنان أو العظم في ذاكرة أو ميموري بتحفظ شكل الأسنان كانت عاملة إزاي بترجع لوضعها تاني. علشان كده بنضطر نعمل حاجة اسمها فيكسيشن بعد التقويم أو تثبيت بعد التقويم بيفضل يمكن فترة لخمس سنين أو حاجة بعد التقويم. المحطة التانية جاني متهم أم بريء؟ المريض اللي يعمل تقويم وما يهتمش بأسنانه في فترة التقويم السنة دي ولا السنة ونص هو سايب سنانه لا بيغسل ولا بتاع يقول لك فترة التقويم أنا اللي هيخليني أغسل سناني ده كارثة. ده متهم جاني؟ متهم طبعا. أثناء فترة التقويم احنا بننصح جدا إن احنا نهتم بأسناننا بزيادة يعني كل بغسل أسناني مرة أو مرتين في اليوم قبل التقويم لا بالعكس نغسلها 3-4 مرات في اليوم أثناء فترة التقويم لنحافظ على اللثة وحركة السنان في العظم. المحطة الثالثة وشك أم يقين؟ ده سؤال بروحين. بعد التقويم وفي أثناءه ما تاكلش حاجة قوية تفاح لأ كمثرى لأ عشان السنان في التقويم وبعده بتضعف ده كلام وهم ولا شك ولا يقين؟ هو شك يعني هو زي ما حضرتك قلت كده بروحين هو في كلام صح وفي كلام غلط. الكلام الصح ان هو ما ينفعش ناكل نواشف أثناء فترة التقويم إنما التفاح والحاجات دي ممكن نقطعها وناكلها عادي ما فيش مشكلة. يمكن مكسرات الحاجات الناشفة ما كلهاش أثناء فترة التقويم مش علشان الأسنان بتضعف علشان حركة السنان في العظم بتكون يعني الأسنان بتتحرك في العظم وممسوكة بوير فأثناء الفترة دي ما ينفعش ناكل حاجات ناشفة وكمان علشان ما نكسرش الحاجات اللي ملزوقة على الأسنان ونضطر نرجع خطوة لورا تاني. نورت وشرفت وأبدعت. التقويم كما ينبغي أن يكون دكتور الحديدي شرحه بالتفصيل وبقت مرجعية عندنا التقويم بعد طول انتظار وبعد ما كان حتى التقويم في الإعلام وحتى عندنا يذكر على استحياء أو في الجزء الأخير من الحلقة ربما كما بالضبط كأنه ضيف شرف زي ضيوف الشرف الموجودين في الأفلام ييجوا في المشهد الأخير أو المشهد اللي قبل الأخير ويظهروا وسرعان ما ينساهم الجمهور بعد انتهاء الفيلم. التقويم كان وضعه كده في حواراتنا النهاردة خد البطولة المطلقة من أول مشهد لآخر مشهد في هذا اللقاء المهم جدا مع ضيفي العزيز الاسم المتميز للغاية دكتور محمد سامح الحديدي أخصائي زراعة وتجميل الأسنان والمؤسس لمراكز رايدنت لزراعة وتجميل الأسنان وصاحب ماجستير زراعة الأسنان من جامعة القاهرة. نورت وشرفت الناس الحلوة. شكرا. خليكم معانا إحنا الناس الحلوة.